Fois 7. Kristina Kuchovatsu. إذن كريستينا كوكوفا على الإرسال، هذه هي السلوفاكية. وقت ممتع أعزائي. خارج الملعب ولا شيء. 15 نقطة بنقطة في البداية. طبعا كوكوفا لو نتحدث عنها، لديها في هذا موسم 58 انتصار. ولكن في الاي تي اف طبعا تريد ان تحسن المستوى. نشاهد هذه اللاعبة البولندية فالكاوسكا، وقوام رائع وطول مثالي لأداء مباريات تنس. لا تمر هنا، ترتطم بشريط الشبك وتعود. 40-15 فالكاوسكا، وهنا متابعة أيضا. هذه هي كوكوفا السلوفاكية، لديها طريقة عجيبة في ضرب الكرات بكلتا اليدين ما عدا الإرسال طبعا. انظروا الآن، لاحظوا هذا باك هاند Game. وايضا الفور هاند بكلتا اليدين، او لديها فور هاند في كلتا او باك هاند في كلتا اليدين، على راحتكم. لا تلعب بيد واحده بل دائما القبضتين في المضرب والجريب. هنا ايضا من لاعبات البطوله خسرت في الفردي، لديها مباراه غدا في الزوجي. ونشاهد الان البطوله في اليوم الثاني. الأدوار الأولى لازمنا نلعب في الدور الأول منذ أمس، واليوم غدا الدور الثاني لهذه البطولة سينطلق. أيضا هناك لاعبة من جمهورية مصر العربية شاركت ببطاقة الممنوحة من اللجنة المنظمة، البطاقة الاستثنائية وايلد كارد، وأدت بشكل رائع ضد اللاعبة بولونا هيركوتش السلوفينية. فازت اللاعب المصرية في المجموعة الأولى 6-1 بشكل رائع. كانت بالطريق أيضا في المجموعة الثانية 3-3، بعد ذلك تنطلق السلوفينية أيضا التي بولونا كانت قد وصلت لبطولة أو نهائي بطولة الحبتور في 2019، خسرت من أنا بوغدانا التي خسرت قبل قليل من كورنيتش. فالكاوسكا على الإرسال البولندية. دبل فولت هنا في أول شوط الإرسالات للاعبة فالكاوسكا.
15:30. Tatiana. 30 لكل لاعبة. إذا كوكوفا تضغط منذ البداية، ولكن ماذا لدى اللاعبة الأقل تصنيف 387 عن العالم، اللاعبة فالكاوسكا البولندية؟ 30 نقطة، لماذا؟ أوت. نقطة بالخطأ هنا، وأول فرصة للكسر تظهر في المباراة للاعبة السلوفاكية كريستينا كوكوفا. كسر يأتي هنا مبكر جدا للاعبة السلوفاكية كوكوفا. إذن شوطين للا شيء لهذه اللاعبة الأكثر خبرة وأكثر حتى في الجوائز المالية. كوكوفا جمعت $1,485 مقابل $42,000 فقط للاعبة الأقل أيضا مستوى وخبرة، وهي أصغر، 21 سنة البولندية، أما هذه اللاعبة 31 سنة، هناك 10 سنوات من الخبرة والمباريات. كرات طائشة دائما، أخطاء كثيرة من اللاعبة الكاوسكا البولندية، بفعل أيضا ضغط من هذه اللاعبة القوية. أنا أريد من المشاهدين يتابعون هذه اللاعبة كيف تلعب الفورهند والباكهند. كوكوفا هذه هي التي ترسل هنا. خارج الملعب. إذن شاهدنا أيضا كوكوفا كيف تأتي بضربات فورهاند وباكهاند بكلتا اليدين، ما عدا ضربة واحدة كانت بعيدة أعادتها بيد واحدة، لأن الكرة أو اليد تكون أطول بامتداد يد واحدة. عموما من يلعب بهذا الأسلوب، كان هناك لاعب مميز فابريس سانتورو الفرنسي. خارج الملعب بقليل. إذن من يقول لي هذه اللاعبة كوكوفا كريستينا سلوفاكية تلعب بأي يد تعتبر فورهاند؟ أنا الإجابة سهلة، انظروا إلى الإرسال باليد التي تلعب به، نقول أنها في جهة اليد اليمنى هو الفورهاند، ولكن بكلتا اليدين مسكة فعلا غريبة، ولكن لاعبة رائعة. ولكن أعتقد خارج الملعب. ممتازة اللاعبة فالكاوسكا بالمواجهة في الضربة القبل الماضية، كانت ضربة قوية. هنا التشجيع للاعبة السلوفاكية، ماذا تقول؟ ثاتيو.
Out. 30-40. Seconds of إسقاطة رائعة ومفاجأة والشوط هنا والسعادة كسر واحد هو كسر كان لكسر ولكن عليها هنا إسقاطة رائعة ونجاح لكن عليها أن تكون قوية على شوط إرسالها لمعادلة النتيجة إذن مباراة بها كسرين في أول ثلاث أشواط ممتازة اللاعبة فالكاوسكا بالشوط الأخير باستعادة كسر من هذه اللاعبة الخبيرة 31 سنة تلعب بطريقة رائعة ولديها مسكة أو قبضة الجريب بكلتا اليدين في الناحيتين في الفور هاند والباك هاند إذن ذكرتكم في اللاعب فابريس سانتورو واللي يذكر أيضا من كان يلعب بهذه الطريقة يعني يذكرنا Time. انا اتذكر حاليا فقط فابريس سانتورو كاوسكا على الإرسال الشوط الرابع إرسال رائع لهذه اللاعبة أيضا والكاوسكا طبعا هي أطول من اللاعبة كوكوبا كرة طائشة في باك هاند 15-0 لا يوجد تحكم في الضربة الماضية 15 لكل لاعب لثاني مرة كرة طائشة في الباك هاند بطريقة يعني لا بها تحكم ولا تستطيع وضع الكرة في الملعب إذن ضغط هنا دائما منذ الشوط الثاني بعد كسر إرسال فالكاوسكا أيضا هناك كسر على إرسال كوكوفا والآن يعني هنا معرضة للضغط والتعرض لكسر فالكاوسكا خصوصا مع الأخطاء والآن الإرسال الثاني الخبيرة كوكوفا كريستينا كيف تتعامل مع الإرسال الثاني نتابع
أخطاء كثيرة. إذن أيضا كرات يعني ليس بها ملء المضرب بالكرة في نقطة الالتقاء، لذلك الخطأ يأتي. 15 لكل لاعبة. 14. إرسال يخرج هذه اللاعبة من مأزق التبادل. التبادلات إلى الآن كوكوفا هي المسيطرة إلى حد ما. البولندية هذه بدأت التنس بعمر 7 سنوات وتفضل الأرضيات الترابية. خطأ هنا بمخاطرة من اللاعبة كوكوفا، تعود للتعادل بعد التعرض لفرصة للكسر. اللاعبة فالكاوسكا البولندية حققت 4 ألقاب في فئة الاي تي اف، منذ 3 منها في مدينة المنستير التونسية. اذا تونس الخضراء فالحسن على هذه اللاعبة البولندية فالكاوسكا، ولقب رابع كان في تبليسيا العاصمة الجورجية وجميعها في عام 2021. خارج الملعب. هناك بطولة في بولندا في 2021 شهدت أول مشاركة لهذه اللاعبة فالكاوسكا التي معرضة الآن للكسر. حذاري ولا إرسال إلى الآن. ممتازة فالكاوسكا بطريقة يعني بها صعوبة كبيرة، على الرغم أن المسار التبادلات كلها لمصلحة اللاعبة كوكوفا، ولكن النقطة في النهاية لفالكاوسكا. إذن تعادل ثاني هنا. ممتازة كوكوفا تستغل دائما جهة الفورهاند، وأنا أشاهد كرات قصيرة بزاوية قصيرة أيضا منحرفة خارج الملعب جهة الفورهاند لهذه اللاعبة، تضايق كثيرا. انظر إلى المجهود، تصبب العرق بطريقة كبيرة أكثر من كوكوفا، معناتها مجهود كبير وتحاول أن تلحق بالإيقاع للاعبة السلوفاكية التي هي أقوى وأكثر خبرة، وإلى الآن لديها فرصة للكسر الثاني بعد أن أيضا انكسر إرسال كوكوفا قبل هذا الشوط. الخبرة هنا وكرة رائعة لوب بحرفنة كبيرة من اللاعبة كوكوفا. إذن كريستينا كوكوفا تكسر لثاني مرة لتتقدم 3-1. يعني تصور الشوط اللي تحصلت عليه اللاعبة فالكاوسكا فقط من كسر إرسال هذه اللاعبة وليس الحفاظ. إذن لا تحافظ على شوط إرسالها اللاعبة فالكاوسكا في مناسبتين. هذه هي البولندية المتأخرة 1-3. الإرسال مع كريستينا كوكوفا، هل تحافظ وتنطلق؟ كرات صاروخية من يد اللاعبة كوكوفا وهي تقول أن الكرة قبل سابقة كانت خارج. عموما هي متقدمة بنقطة مهمة في البداية، تعب واضح على اللاعبة البولندية، عليها أن تعالج هذه المشكلة بالتقاط الأنفاس أو إيجاد إيقاع. هنا لا إيقاع ولا تعامل مع حتى الإرسال الأول. 30-0 ممتازة السلوفاكية كوكوفا كريستينا المصنفة 110 على العالم. Out.
خارج الملعب فعلا, فعلا خارج الملعب هنا 30-15. لا زالت تبحث عن شيء, ولكن هي واضح عليها الإنهاك, الإجهاد, التعب بفعل أيضا قوة المنافسة وخبرتها. كوكوفا قوية, يا فالكاوسكا البولندية. أربعين خمستاش, انطلاقة رائعة لهذه اللاعبة السلوفاكية كريستينا كوكوفا للتقدم أيضا 4-1 على بعد نقطة في 28 دقيقة لعب كما تشاهدون. الإرسال الأول يعد. Game 4-1 الآن, تفوق واضح وصريح يا فالكاوسكا للاعبة كوكوفا. عليك أن تتداركي الموضوع, ماذا يحدث؟ هل هو جهد؟ هل هو ضغط من اللاعب المنافسة؟ هل هو أخطاء لازم تقلل؟ أو تغيير طريقة والتعامل مع ضربات اللاعبة كريستينا كوكوفا الهائلة؟ إذن أسئلة, ولمن الاختيارات الصائبة بعد ذلك. الإرسال يعود للاعبة التي لم تحافظ على إرسالها ولا مرة منذ انطلاق هذه المباراة. هل سيكون شيء جديد هنا أم لا؟ خارج. أنا شاهدت الكرة أيضا خارج. يا كوكوفا لا تحزني, فقد أخذت النقطة. يعني مستغربة من عدم نداء من قبل الحكمة يوليا. هنا نداء من يوليا إيغاتشينكو الحكمة الكازاخستانية, و
بطولة سيدات، وأيضا الحكام والحكمات السيدات يعني أكثر من الرجال في هذه البطولة. هناك أيضا حكمة تونسية مقيمة مدرسة رياضة. لا أخوتي، هنا رسال ساحق و15 40 لا يغني ولا يسمن من جوع في هذه اللحظات. هنا المتابعة خارج تقلص، ولكن هناك فرصة هنا لأيضا الكسر. هل يأتي الكسر يا كوكوفا أم لي فالكاوسكا؟ إرسال أيضا مؤثر. ما هذا الرد على الإرسال يا كوكوفا؟ رائعة، والخطأ يأتي والكسر لا تحافظ اللاعبة فالكاوسكا فيرونيكا البولندية على شوط الإرسال ولا مرة. إذن ترسل للمجموعة الأولى اللاعبة كوكوما. ممتازة، صاحبة قبضة اليدين في الفورهاند والباكهاند. هذه اللاعبة السلوفاكية كريستينا كوكوفا رائعة هنا، قوية 31 سنة و خبرة كبيرة، 406 مباريات فازت بها وخسرت 318 مباراة منذ أن احترفت. أيضا هنا تقدم بثبات 30 لا شيء كما تقول يوليا حكمة الكرسي الكازاخستانية. ممتازة فالكاوسكا الآن، ضربات مؤثرة في نقطة ربما تريد أن تضع فقط ذكريات جميلة للمجموعة الأولى بعد أن كانت يعني غير مقنعة على شوط الإرسال. لا تحافظ على شوط إرسالها ولا مرة، لديها لمحات رائعة ولكن الإرسال مع الطول يعني لازم يكون أفضل. 21 سنة البولندية، ولكن هذه 31 سنة السلوفاكية أكثر خبرة كوكوفا. Fault. Fault. تعود 30-30. هنا رفض الخسارة في هذه اللحظات واضح. هو ماذا لديها هنا؟ نقطة مهمة. يا لحظك يا كوكوفا، إذن هنا تعتذر أيضا برفع يديها تقول سوري ولكن يس بنفس الوقت. إذن فرصة للمجموعة الأولى، ست بوينت للاعبة السلوفاكية كريستينا كوكوفا على موعد بنهاية المجموعة الأولى بعد 36 دقيقة لعب كانت معظمها جميلة في فترات هذه المجموعة. يعني ربما أصبتها بالعين.
قلت لحظات جميلة وأتت بدبل فولت تعادل 40-40 يحدث ذلك، ولكن إلى الآن هي صامدة ما عدا في مرة واحدة خسرت شوط رسالها هذه اللاعبة، ما عدا ذلك كل شيء لمصلحة السلوفاكية كوكوفا، الخبرة، الأرقام، الجوائز المالية وأفضل تصنيف أيضا لكل لاعبة. كانت كوكوفا بالتصنيف 71 في 12 سبتمبر 2016 هو الأفضل لها في عالم الاحتراف. الآن أيضا فرصة ثانية للمجموعة الأولى. خارج الملعب كوكوفا كريستينا السلوفاكية، المجموعة الأولى تنتهي ب 37 دقيقة لعب 6-1 لكوكوفا على فالكاوسكا البولندية. إذن سنتابع مع حضراتكم لقطات المجموعة الأولى ونعود معكم في المجموعة الثانية في المباراة الأفضل من الأولى كما شاهدنا. ابقوا معنا وهذه اللقطات للمجموعة الأولى. عودة أيضا إلى الأخطاء، والمجموعة الثانية تنطلق بأول نقطة ولا زالت هذه اللاعبة لا تحافظ على شوط الإرسال أبدا. الشوط الوحيد اللي أحرزت في المجموعة الأولى كان من كسر إرسال كوكوفا، إذن كوكوفا تسيطر على كل شيء. مجموعة ثانية هل ستكون مغايرة؟ ممتازة هنا فالكاوسكا هذه البولندية، وتحية قوية ربما هي الأميز من قبل الجماهير منذ انطلاق هذه المباراة. فعلا كانت نقطة رائعة للاعبة فالكاوسكا. إذن على الرغم من أنها تعبانة ولكن مثل هذه النقاط تعطي دفعة معنوية عالية. الآن هي تقلص الفارق 15-30. نشاهد ماذا لديها بعد التميز.
كراتك يا كوكوفا صعبة على أي لاعب ولاعبة، رائعة في الضربات على الخطوط، لا تستطيع فالكاوسكا البولندية أن تقاوم. إذن تعود ويعود الضغط على اللاعبة فالكاوسكا، نقطتين لهذه اللاعبة السلوفاكية كوكوفا. كريستينا للكسر، لا تحافظ على إرسالها أبدا، شيء محزن لهذه اللاعبة فالكاوسكا. فالكاوسكا لا تحافظ على إرسالها أبدا. إذن شوط أول بكسر في المجموعة الثانية، ومجموعة أيضا لهذه اللاعبة الرائعة القوية. وهنا الجماهير والمتابعة للتنس الجميل في منتجع الحبتور جراند في دبي، هنا في المارينا، والجمال والأبراج والبحر ودبي آي، عين دبي هنا وعين دبي في كل مكان، والعين بإذن الله ستكون باردة بإذن الله. ونقول الله يحفظ دبي وهذه البلد دولة الإمارات العربية المتحدة، والأشياء التي تحدث هنا، إنجازات يسطرها التاريخ من قبل رجال وسيدات حريصون على رفعة عالم دولة الإمارات عاليا. إذن أشياء رائعة تحدث في دبي وفي العاصمة الحبيبة أيضا أبوظبي وفي كل إمارات الدولة. هناك إكسبو هنا في دبي ومعرض الطيران وأشياء يعني يفخر بها كل سواء كان مواطن على أرض هذه الدولة أو مقيم، وكل عربي. اللهم احفظ دولة الإمارات وأدم عليها النعم، وكل ذلك بفضل القيادة الرشيدة. ممتازة هنا، فضل القيادة الرشيدة طبعا بعد فضل الله ونعمه على هذه الأرض الطيبة المبروكة. 15 لا شيء، من يتقدم في كل شيء هو السلوفاكية كوكوفا. إرسال قوي هنا أيضا، يعني سوء حظ بارتطام الكرة في الشبكة للكاوسكا البولندية، لا تستطيع فك رموز وطلاسم قوة هذه اللاعبة السلوفاكية كوكوفا. كوكوفا مقنعة رائعة مسيطرة، بل تسير بنقاط شوط إرسالها بكل سرعة. هنا ربما نشاهد مجموعة خاطفة سريعة إن استمر الحال مع فالكاوسكا بهذه الطريقة. ممتازة، انظروا إلى السهولة ونقاط سريعة كما قلت، يعني كأنها سبحة وتتساقط بالنقاط لمصلحة هذه اللاعبة السلوفاكية الرائعة كريستينا كوكوفا. إذن البولندية فالكاوسكا في وضع جدا صعب هنا، يعني تصوروا أو ذكر دائما حتى الشوط الوحيد في المجموعة الأولى اللي أحرزتها اللاعبة البولندية كان ليس من إرسالها، بل كسرت إرسال الخصم، ولكن هي انكسرت ولم تحافظ على شوط إرسالها ولا مرة. هل الكور الجديدة هنا التي تظهر معها في الإرسال تساعد؟ ممتازة هنا في الاختيارات، أولا إرسال قوي ثم سهولة في الوصول إلى الكرة. إذن نقطة أولى عليها أن تعيد الكرة هنا دائما هذه اللاعبة الصلبة 31 سنة كوكوفا. خمسة عشر تعود إلى الخطأ فالكاوسكا البولندية.
15-30. تخاطر كثيرا بالإرسال الأول ولا تنجح البولندية فالكاوسكا. خطأ مزدوج وضرب الأقدام بالمضرب بعصبية. إذن فرصتين للكسر لا جديد على إرسالاتك يا فالكاوسكا. Ball please, thank you. شوط هنا كوكوفا ثلاثة أشواط للا شيء. إذن أيضا تحية لجميع متابعين قناة دبي رياضية من خلال بطولة الحبتور لتنس السيدات النسخة 24. هناك متابعين أيضا الآن معي في وسائل التواصل الاجتماعي إبراهيم فيومي وأيضا سلام صالح من الأردن لها التحية أيضا هي لاعبة تنس. وهناك كثير من عشاق التنس في العالم العربي ولكن نريد أن نشاهد طفرة في هذه اللعبة أكثر وتشجيع العائلات من خلال المشاهد هنا عين دبي دبي آي وعين دبي كعين الصقر بإذن الله. دائما نتابع أيضا كما ذكرت نريد طفرة في لعبة التنس أكبر. نريد منشآت أو منشأة بإذن الله لاتحاد الإمارات للتنس. هذا مطلب منذ زمن لعشاق التنس هنا. يعني لو أتى سنتر لاتحاد التنس أنا متأكد البيت سيكون موجود. إذن العائلة ستتواجد وهم اللاعبون سواء كانوا الناشئين الشباب الرجال من الجنسيات الأخرى وأيضا ملتقى سيكون بإذن الله للعبة التنس لنشاهد لاعبين ولاعبات معسكرات بطولات مهرجانات أيضا وميني تنس للمدارس. كثيرة هي الأفكار ولكن أتمنى أن تأتي سريعا. كوكوفا هنا ترسل وهي متقدمة 3-0 وأنا قلت المجموعة هذه ملامحها مجموعة سريعة سريعة حتى في النقاط. هي في الشوط الثاني وهي على الإرسال في المجموعة الثانية. يعني أنا شبهت إرسالاتها بالمسبحة التي تنقطع وتسقط حبات هذه المسبحة كأنها نقاط للاعبة كوكوفا. انظروا هنا أيضا بنفس الطريقة دم يكفي ونقطة أي دم إرسال دم دم إرسالين. الآن 30-0 هل سنحسب لغة الدم دم بدل الأرقام؟ يعني إذا 40 دم 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 باعتبار أنها 3 نقاط إذن فقط لي خارج الملعب. هنا لن تأتي دم تك 30-15 لا توجد مقاومة من هذه البولندية فالكاوسكا. يعادل الإرسال الأول وتأخذ كل الوقت هنا تريد أن تستجمع القوة. يعني هي ثواني معدودة ولكن لها مفعول إيجابي في التقاط الأنفاس. انظروا إلى التقاط الأنفاس ضرب الكرة بقوة لا تستطيع فالكاوسكا الأقل خبرة 21 سنة مقابل تقول ماذا أفعل ماذا باليد. ليس باليد حيلة ولكن هنا صاحبة الانطلاقة السريعة خصوصا في المجموعة الثانية كوكوفا. ما هذه الضربة الماكرة. يعني الكل
توقع أن هذه الضربة ستكون خارج الملعب ولكن بلولبة تهبط في آخر جزء من الملعب. انظروا إلى هذه الأبراج والموقع لهذه البطولة، يعني ولا في الأحلام، هي فينيو من أفضل المواقع للعبة التنس في العالم، بحر أيضا للاعبين واللاعبات وأسرهم والمتابعين للاستجمام. الكرة على الخط إذن 15-20، هل ستكون هنا يعني على موعد على الأقل لشوط على الإرسال؟ شرفي، أنا ذكرت أنها لم تحافظ إلى الآن ولا على مرة وهي ترسل على الإرسال، هي الشوط الوحيد كسرت إرسال كوكوفا اللاعبة فالكاوسكا. 30-30. أعتقد أن كلمة فالكاوسكا يقابلها بجهة الذكور فالكاو، لأن الاسم للاعب برازيلي قديم فالكاو، لاعب رائع جدا في منتخب السحرة البرازيلي. 82 إذن هنا ربما أذكرها بفالكاو، ويأتي الفن البولندي البرازيلي هنا باعتبار الاسم لاتيني. شوط هنا وشيء جميل بأن نشاهد اللاعبة فالكاوسكا على الرغم من الخسارة وشبه الخروج الآن، هي قريبة من ذلك، لكن تحافظ على شوط إرسالها لأول مرة في المباراة. إذن شيء جديد ولكن لا يسمن ولا يغني من جوع للنتيجة، طبعا أقول ذلك. عموما المباريات والنتائج سوف أذكرها لكم اليوم، والمباريات اليوم غدا سنتابعها معكم بعد أيضا قليل. أكيد غدا الدور الثاني، فالبطولة ستكون أيضا والمباريات مشتعلة وقوية والندية كبيرة. إذن تحية لجميع محبين التنس هنا من بطولة الحبتور، وهنا كما ذكرت المناظر الرائعة والتنس الرائع هنا، أيضا اللجنة المنظمة والحكام، ومجهود كبير للجنة المنظمة في إخراج بطولة بهذا الشكل ومنقولة على قناتكم العالمية قناة دبي الرياضية. في الطريق الصحيح لا زالت كوكوفا. ثلاثين لا شيء. خارج الملعب فيما قل وندر من يد هذه اللاعبة السلوفاكية كريستينا كوكوفا الرائعة. فورتينلاف
3:15. إذن هناك أيضا مفاجأة في خروج المصنفة الثانية الصينية، سوف أذكر اسمها، من قبل اللاعبة شينياكوفا، لاعبة رائعة. أيضا هي تشارك اللاعبة المصرية في الزوجي شينياكوفا، وكان لديهم مباراة قبل قليل، سوف أذكر النتيجة. 4-13. إذن فازت على المخضرمة أيضا سوي سوي زينغ الصينية بنتيجة 6-2، 7-6 و10 أو 11-9 في التاي بريك في المجموعة الثانية. سأوافيكم بالنتائج اليوم، أبرز النتائج. شوط هنا كوكوفا على بعد شوط واحد انتهاء هذه المباراة. يوليا جيربر النمساوية فازت على أيضا البلجيكية ميتو كريستيانا أو الرومانية عفوا، ثم أيضا ذكرنا المصنفة الأولى فازت اللي هي شوي زينغ على اللاعبة الهندية الرائعة راينا أنكيتا راينا بنتيجة 6-1 7-6. بوغدان بطلة 2019 تخسر هنا على يد كورنيتش ألكسندرا الصربية مجموعتين لمجموعة. ما هذا الأداء الرائع، يا صلبة يا قوية، يا سلوفاكية يا كوكوفا، رائعة. إذن أيضا الآن على بعد شوط واحد كوكوفا ربما تخرج اللاعبة فالكاوسكا. يوليا هاتوكا أيضا التي وصلت إلى نهائي بطولة الحبتور ولكن في فئة 25,000 دولار في إبريل الماضي، تفوز في الدور الأول على باندارينكو كاترينا المخضرمة الأوكرانية بنتيجة 6-2 7-6. شينياكوفا ذكرت أنها فازت على المصنفة الثانية هنا إيزابيلا شينياكوفا البيلاروسية. بلغارية عفوا هي. شكرا حسان. إذن إيلونا أيضا جورجي الرومانية فازت بمجموعتين لمجموعة 2-6 6-2 6-3 على الديلا على الأندونيسية الديلا سولجيادي بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة. أيضا وهناك كانت مباراتين في التصفيات، اليابانية مايو هيبي فازت على اللاعبة أوسانا الروسية، هذه هي ملخص أو بعض مباريات اليوم، ولكن الأميز سيكون غدا في الدور الثاني والقوة ستظهر. إذن ربما شرفي هنا للاعبة فالكاوسكا البولندية للبقاء أكثر فقط في زمن هذه المباراة. المباراة الآن ساعة ودقيقتين لعب، أيضا رائعة هذه اللاعبة، هناك ملامح جيدة للاعبة فالكاوسكا، ولكن عليها أن تحاول، وربما يأتي بعد ذلك أي شيء ممكن في هذه المباراة، كل شيء جائز هنا، الاحتفاظ بالفرص لا مستحيل في عالم التنس حتى لعب آخر نقطة والانتهاء. Time.
ليس ك يعني في رياضات أخرى. نشاهد فرق كبير، خلاص لا يوجد متسع من الوقت للتعويض، هنا لا وقت بل استمرار. عالم كرة أو الكرة الصفراء عالم عجيب غريب، شاهدنا مباريات شبه منتهية تنقلب رأسا على عقب، ولكن لا أعتقد هنا بفضل هذه اللاعبة التي ذكرت أنها. انظروا إلى هذا آخر شوت، انظروا إلى ضربات الفورهاند والباكهاند، القبضة باليدين في كلتا الجهتين. هنا ما حد يقول لي باكهاند، ولا هذه باكهاند ولا هذه فورهاند، لماذا؟ انظروا نقطة سأسميها كانت حلاوة الروح للاعبة فالكاوسكا التي قاومت ولكن دون جدوى أيضا. إذن شاهدنا، فقط سنقول عن جهة اليمين الفورهاند للاعبة كوكوفا لأنها ترسل بيد واحدة هنا، يعني تستخدم الإرسال باليد اليمين، هي تلعب باليد اليمنى ولكن قبضة اليد بكلتا اليدين في الجهتين. 30 لا شيء، تسير بشكل سريع منذ انطلاق هذه المجموعة الثانية اللاعبة كوكوفا كريستينا السلوفاكية. ممتازة، أهوي بالسلوفاكي يعني مرحبا. أكاسولاف و أهوي فعلا هنا، هايدي أو آيدي فوتيلا أي كمان. 40 لا شيء، 3 فرص للمباراة. نقطة المباراة هنا الأولى تظهر مع اللاعبة الرائعة كوكوفا في نهاية يوم رائع هنا أيضا من بطولة الحطوب. اليوم الثاني والدور الأول، غدا الدور الثاني لمن الكلمة على بعد نقطة كما قلت. لا خطأ هنا وتتأجل لحظات الاحتفال بالفوز للاعبة كوكوفا كريستينا بضع ثواني ربما. 40-15 ماتش بوينت توني، ماتش بوينت. شوط ومجموعة ومباراة كما تقول الحكمة يوليا الكازاخستانية. إذن نشاهد 6-1 6-2 في زمن 1:06. إذن أعزائي متابعين قناة دبي الرياضية من خلال بطولة الحبتور لتحدي تنس السيدات النسخة 24، كنت معكم أنا خالد العلي، سنتابع ملخص المباراة. إلى أن نلتقي غدا لكم مني أجمل التحية والتحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.